المدينة تقدر بالضبط منطقة درب الكبير، كما كتشوفوا فالسيدة متخلى عنها يعني بعد ما تعرضت للاغتصاب وكانت كتعيش في الزنقة، فالآن في شهرها كما كنقولوا التاسع فقريبة تولد. الآن هي غير في الزرقاء كما كتشاهدوا، فهي في العراء. فكنتمناو من الناس اللي يدخلوا ويقدموا لها يد المساعدة، لأن في حالة الحالة هذه والآن كما كتشوفوا فهي شهر الآخر استثناء الجيران ديالها اللي قراب ليها، فكيحاولوا أنهم يساعدوها على قد جهدهم. فكما كتشوفوا الحالة ديالها والوضعية ديالها الاجتماعية، فهي شابة مقتبل العمر، فبعد ما توفوا الوالدين ديالها فهي الآن في الزنقة، تعرضت لاغتصاب من طرف مجهولين، الآن هي في الزنقة عايشة حاملة في الشهر الأخير كتعاني كتكتسي العراء، باستثناء يعني بعض الجيران اللي كيقدموا لها بين الفينة والأخرى المساعدة كما كتشاهدوا، فهم غادي يقربوكم أكثر من الوضعية الاجتماعية ديال هاد الشابة المتخلى عنها واللي كتعيش ظرفية صعيبة، وخصوصا أننا الآن في فصل الشتاء وتهطل الأمطار، فالشتاء عليها البرد عليها. فكنتمنى أن أي شخص أو شاف هذا الفيديو وباغي يقدم يد المساعدة لهذه السيدة فهي في درب الكبير، كذلك كنتمنى من الجهات المختصة لأن الحالة الصحية ديالها تستدعي أنها تكون الآن في المستشفى لأنها في حاملة وفي شهرها الأخير. كنحاولوا نقربكم أكثر من الحالة ديالها مع السيدة هذه. واخا اختي هاد الدريه خويا كانت باركه في كراج النعناع، الدريه تنعرفها انا مني كانت صغيره، غيزلان قانون غيزلان، ما ماتت باها مات، بقات في ضيعه الزنقه دابا 4 سنين هذه، وانا تنطلب من المحسنين وشي جمعيات اللي يساعدوا السيده شهرها هذا، كرفسوا عليها شي وحدين حملوها، ودابا هذا شهرها قربت تولد، اما تولد دابا اما تولد في العشيه ما احنا ما نعرفوش، وحنا تنطالبوا من المحسنين وجمعيات يساعدوا الدريه، ما عندها لا فين تسكن ولا ساكن ولا ديك. تنعرف والدها الله يرحمهم محجوبه، كانوا ساكنين في درف الشرفه، وهي زايده الدريه في درف الشرفه، القانون غيزلان معروفه بدرف الشرفه، قانون غيزلان كنيته القانون غيزلان، بنت محجوبه وبنت القانون معروفه، عندها جوج خوت وهي عندها محسن وكريم، وهي الدراري دابا ما فحالهمش، ما واحد في الشطاب وواحد مش دودو، الدريه بقات في الزنقه دابا 4 سنين ما كاين اللي كيسال عليها ولا والو، دابا عائله لا والو، دابا ما عندها عائله 15 يوم هي كاينه هنايا، وشحال هي باركه في كراج النعناع 4 سنين دابا، كو كانوا تيسالوا بها كاع ما تبقى الدريه يتكرفسوا عليها هكا، كاع ما تبقى الدريه تنعس في الزنقه. شكون هاد الناس تكرفسوا عليها؟ حنا ما عرفناهم، شكون اللي عرفناهم؟ كاين الله اللي تكرفس عليها، كاين الله اخويا. يعني شنو الحاله ديالها فاش تكرفسوا عليها؟ الحاله ديالها كيفاش كانت؟ الحاله ديالها تولى الدريه ما راد عقلي، ما كانش مساطيه فهمتي، 4 سنين دابا باش الدريه تخرخلات في دماغها، اما كانت هي بعقلها غيزلان، كانت باركه مع عدوسي الله يرحمها امها، والدريه تاهي كانت مع عدوسي الله يرحمها، ملي ماتت كيفاش كتعيش؟ كيفاش كتاكل وتشرب؟ اللي قسم الله اللي كنطيبو تنعطيه لها هاد الايامات 15 يوم هادي اللي كنطيبو تنعطيه لها، وتضرب مده تدي عاوتاني تجي عندي، تتعرف هي الدار صافي تتجي تتقصد الدار.
هي اللي كتعرف شي حاجه اخرى ما كتمشيش لها. والكراج النعناع تحت الكرارس فين تتنعس تما تما الدريه تتعرى حاجه كلها كي ولدات امها وتتنعس تحت الكرارس. علاش انا جبتها هنا ولبست الحوايج وتتعوم يوميا في الطواليت عدي تتغسل حالتها كلشي نبدل ليها تتبرك ما كتضرب ما كدير دريه كيف ماشيها دابا كما كتلقاها. ما حاولتوش انكم تتصلوا بالاسعاف يجي؟ ها جات الاسعاف داوها وعاودوا جابوها. انا بغيت شي وحدين اللي يتواصلوا بانها الدريه فين كاين الجمعيات كاينين الخيريه بزاف د الحوايج كاينين يساعدوا الدريه ينقذوها. ما عندهاش فين غتبقى مشرده في الزنقه الدريه بحال هكا. دابا في سيمانه ضربوها الوجهه هنا ضربوها الوجهه راه هي باقا لا مارين نيت في وجهها وما بغاش شي حد يتكرفس عليها. قلنا لهم نشوفوا من المحسنين وشي جمعيات الله يجازيكم بخير وانتم تشوفوا من الحاله. وهذا اشهرها تقدر تولد دابا تحضر في العشيه وشكرا اخويا. بارك الله فيك. يعني كما كتشوفوا كما الحريق يعني السيده كتوجع في هذه الاثناء يعني متخلى عنا. هي تقدر تهضر شويه تقدر تهضر شويه ياك تهضر مع الله. فبالنسبه للناس اللي كيسولوا عليها بان الشابه مختله عقليه فهي ما كانتش مختله عقليه فقط بسبب التعرض ديالها الاغتصاب. فعلى حساب التصريح ديال الجاره ديالها تتقول انها كانت بخير على خير لكن التعرض ديالها الاغتصاب هو اللي خلى انها تدخل في حاله هستيريه. وكما اشرتوا انها اختلات عقليا مع الشيء اللي ما كانش شحال هادي بالنسبة للناس اللي كيسولوا على المكان ديالها فالسيدة كاينة في الدرب الكبير. عافاكم تشدوا الوليدات الصغار ما تخلوهمش يبانوا. ماشي هنا انت لا واخا اختي عطينا التصريح عطينا واحد التصريح ديالها بخصوص انت هي الجاره ساكنه في الحيليه هي فيه. واخا اختي بنتي ابنتي حيدي ما تبقاش حيدي. واخا اختي شنو خويا سمح لي الله يحفظك. اه مشمول يعني غادي ناخذوا التصريح ديال شنو خويا اش بغيتيني نقول اخويا؟ واخا كنتي شنو كتعرفي على هاد السيده وشنو واقع عليها؟ هاد السيده خويا كتنعرف عليها من قوش اللي كي كانت ما كانتش مسكينه كاع مريضه ما كانتش مسطيه مسكينه ما قعدتش ما كانتش مريضه كانت ما صاحبه امي الله يرحمها كانت الدريه مسكينه بخير. الدريه من مات ولا والديها شردت في الزنقه كاين الحليل الله رحيم حتى واحد ما دافها مسكينه عايشه في الزنقه كانت تجي عندنا مره مره قبل ما نعرفوها حامله ديك الساعه قالت تتوحم ما كناش عارفه ولكن في الاخر منين عرفنا حاملين حتى بانت كرشها عاد باش عرفنا خسرها شي واحد تصف عليها تكرفصوا عليها ولاد الحرام الله يلقى لهم هاد النار ولاد الجماعه كجيران ديالها كيفاش كتعاونوا معاها والمساعده؟ تعاونوا معاها بسبيل الله زي الماكله خويا داكشي اللي قص المراره تاكل معانا كون كانت الاستطاعه ديالتنا وعندنا وعايشين بخير ما نفرطوش فيها كون حنا وقفنا معاها في السبيطار وقفوا معاها بزاف د الحوايج ولكن الغالب الله الفقر يلاه نتكافوا مع وليداتنا حنا الغالب الله كل واحد معلم به غير الله. بغات الجمعيات ديال درب كبير والمحسنين وقفوا مع السيده الله يرحم لكم الوالدين ما وقفوا معاه في سبيل الله راه ما كاين والو ما كاين الموت دير الخير تلقى الخير الله يحن عليكم. يعني كما شفتوا ساكنه ديال منطقه درب كبير فهم كيطلبوا التدخل. يوسف 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 يو
ولدي راك باقي صغير اولدي، راه الدراري الصغار ما كيبانو تفتش اول. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، بعد ما تبعتوا معنا هذا اللايف، فالسيده اللي كيسولوا عليها فين كتسكن اش من بلاصه، فهي درب الكبير وبالضبط واحد المنطقه تيقولوا لها السوق النعناع، اي واحد غادي يفصلوا تما. فهاد الدريه راه معروفه هنايا كتباس في الزنقه بعد ما اغتصبوها، كانت كامل القوه دي العقليه ديالها، لكن للاسف بعد الناس كرفسوا عليها وفقدت العقل ديالها، والان ها هي كتفترش العراء حامله وفي شهرها التاسع، يعني وصل كما كنقولوا حنا شهرها. وكنتمنوا من الناس اللي باغيين يتواصلوا معها ويعاونوها، فهي ما عندها لا رقم تليفون لا والو، يعني نقدروا نقربوكم من خلال انها كتواجد في درب كبير بالقرب من سوق النعناع.